تسول ونصب وبيع باسم روحي الطفل ريان. لعل من حسنات الفاجعة التي هزت قلوب الملايين عبر العالم في الخمسة أيام الأولى من شهر فبراير الجاري أنها أظهرت معدن بعض المسترزقين والمتسولين الذين يتاجرون بأرواح الآخرين للربح المادي وجمع اللايكات والمشاهدات ودولارات وحتى النصب المالي بفتح حسابات بنكية باسم الطفل الراحل ريان. تفجرت قضية ريان بدءا من موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لفتت أنظار الصحافة الرقمية ليطلق المغاربة واسم أنقذوا ريان، لتتفجر القضية على الصعيد الدولي وتلقى تعاطفا كبيرا. حدث حبس الأنفاس وأبكى قلوب الصغار والكبار، وتوحدت الألسن على دعاء واحد: اللهم أنقذ ريان ورده سالما غانما إلى أهله. وسط هذا الكم من التضامن الإنساني وطنيا ودوليا، ظهر بعض ممن يلقبون أنفسهم بالمؤثرين أو اليوتيوبرز وأصحاب صفحات فيسبوكية يتابعها الآلاف، الذين صار عدد منهم إلى مكان الحادث ليس تضامنا بقدر ما كان هدفهما التصوير لرفع عدد المشاهدات، وهو ما جاء على لسان يوتيوبر بعين المكان عندما سألتها صحفية: لما أنت هنا؟ فأجابت بالحرف: جيت من مدينة فاس، عندي قناة على اليوتيوب، بغيت نطلعها شوية. وفي الوقت الذي كان الطفل ريان لا يزال يقبع في قاع الجب يصارع الموت، وانتباه المغاربة والعالم مشدود إليه، وأعصاب الأسرة على أحر من الجمر لإخراج طفلهم، نشر أحد الشباب صورة له مع والد الطفل ريان، ووضع وثيقة تحمل اسمه ورقم حساب بنكي معلقا عليه: حساب أبي الطفل ريان لمن أراد المساعدة. فانتهالت عليه التعليقات: كيف لأب ينشغل باله مع طفله القابع في الثقب أن يفتح حسابا بنكيا في هذه الظروف؟ وآخرون علقوا بأنه نصب واحتيال باسم عائلة الطفل ريان. كذلك لم تسلم قضية الطفل ريان من وحشية الرأسمالية، إذ سارع الكثيرون إلى طبع صورة الطفل على أقمصة وعرضها على متاجر إلكترونية اختلفت مبالغ بيعها حسب الألوان وشكل الصورة. هناك من عرضها ب $32 و$30 و$21 وحتى $17، ولم يحدد أصحاب هذه الأقمصة ما إن كان هدفهم بالفعل هو جمع التبرعات لصالح عائلة ريان، بينما فتحت مواقع إلكترونية أجنبية حسابات على الإنترنت لجمع التبرعات كتب عليها أنها ستقدم لعائلة ريان. لم تختلف بعض المواقع الإلكترونية الصحافية كثيرا عن ما قام به بعض المؤثرين لربح اللايكات ورفع عدد المشاهدات، إذ وقعت هذه المواقع في فخ البوز ونشرت فيديوهات بعناوين مثيرة والإشارة بعبارات حصري وعاجل ومعلومات مغلوطة، رغم أن القضايا الإنسانية والقضايا التي ينتظر الناس أخبارها بترقب وعاطفة كبيرة تكون فيها المصداقية ودقة المعلومة أهم من السبق الصحفي أو الإثارة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.